طبعا مع التعميم الصادر من مصر في لبنان بتصور رقمه 154 المهل رح تنعطى أكثر مهل ووقت لقدام بالنسبة لدمج المصارف شو رح بصير بالنسبة لرأس مال المصارف اللي لازم يكبر البعض منهم باعوا بعض فروعاتهم حول العالم ليشكلوا 3% يلي هتكون موجودة بالمصارف كمان حول العالم بالعملات الأجنبية والعملات الصعبة يلي موجود منها في لبنان وكثير من المواضيع هيدي نحكيها مع محاسن. محاسن صباح الخير، بدنا منك اليوم هيك أجوبة سريعة لأنه عنا كثير أسئلة. أول شيء بالنسبة لل 246 مليون في سؤال وردني كذا مرة، أحسيتهم 246 مليون إنه مبسوطين إنه نحن جايبين لنا إياهم على لبنان، بس وقت تفل هالحكومة ويجي غيرها وتفل ويجوا الجداد مش مين بده يصير يدفع بعدين؟ مش مواطن لبناني؟ بس هيك على السريع جوابك. صباح الخير جوزيف. إيه أكيد نحن بنسدد القروض طبعا، يعني من خلال نحن بنسدد الضرائب، بندفع رسوم للدولة وكل هيدي القصص الدولة بتاخذها على الميزانية العامة للدولة اللبنانية. يعني لبنانيين بالضرائب بس مش بالمصريات بتدفع. نعم. ايه لا ما هي هي يعني لا بالاخير نحن اللي ما ندفعه صح، هيدي اول نقطه. النقطه الثانيه، اول شيء صباح الخير لك وللمشاهدين. هلا طبعا نحن ما بدنا نعقد الامور ونحكي اجوبه سريعه بدون ما نشرح يعني نقدر نبسط القصص. التعميم 154 شو هو هدفه كان بالاساس؟ في تعميمين صدروا عن حاكم مصرف لبنان، 144 يعني وواحد 154. التعميم الاول يعني او استكمالا لتعميم اجراء 44 كان على اساس انه المصارف من سنة الماضي تزيد رساميلها بنسبة 20%. عجلهم أول مرة المهلة على أساس كانت المهلة تخلص بحزيران 2020، رجع مدد لهم إياها لآخر كانون أول أو لآخر السنة 2020 يزيدوا رساميلهم بنسبة 20%. هلأ هو اللي من قال يزيدوا رساميلهم عمليا قصد منا أنه يضخوا أموال جديدة، يعني أصحاب المصارف وأعضاء مجلس الإدارة أو يجيبوا مستهلكين جديد إلى ما هنالك. لا. يعني هو كان عم يقصد حسب ما بيقول طبعا إعادة الانتظام للعمل المصرفي وإعادة يعني تحسين مشكلة السيولة والملاءة عند المصارف. اللي صار إنه المصارف لجأت إلى عمليات تجميلية طبعا بموافقة مصرف لبنان. هلأ هو قال له شوي فيك تعمل إعادة تقييم للعقارات اللي بتملكيها، ولكن طبعا مثل العاده يعني صارت القصص تجميليه للاسف ما تحققت الغايه المرجوه منها يلي هي زياده 20% ضخ اموال كاش. لا. وكان المفروض تكون هيدي النسبه هي 4 مليار دولار بس مصاري. بالنسبه للتعميم 154 هذا التعميم شو كان بيقول؟ قصد منه كمان حاكم مصرف لبنان يستعيد بعض من الاموال يلي حولت من خارج من خلال اعضاء مجلس الاداره اصحاب المصارف المعرضين السياسيين وايضا يعني بعض كبار المودعين طبعا وبنسب متفاوته بين 15% و 30%. ولكن مثل العادة وعلى الطريقة اللبنانية ما نشحت المصارف، يعني معظم المصارف ما نشحت بهذه القصص. في مصارف كبيرة مثل ما أنت قلت جوزيف باعت فروع لحتى يعني تتأمن هذه السيولة بنسبة 3% طبعا من حجم الودائع الدولارية اللي بتملكها. في مصارف ما قدرت، لذلك شو قال؟ كانت المهلة بتنتهي ب 28 شباط، قال انه حندرس كل ملف مصرف على حدا لنشوف انه في مصارف تنعطى مهل زيادة، لانه في مصارف اللي باعت طبعا اجراءات البيع والحصول على الاموال بتستغرق وقت معين، في مصارف ما حتقدر. هلا هون التبس الأمر بين بتقدر وبين ما تقدر، هل هنالك تمييع لهذه القصة؟ حقيقة 3% من يعني من وين حصلت عليها المصارف؟ اللي صار إنه كثير من المصارف فاتت بلعبة الشيكات عبر شركات وهمية مثل ما قلنا بالقبل، باعت شيكات مصرفية لمت دولارات من السوق المحلي يعني تقريبا بين 16 ل 20 مليون دولار وطلع الدولار 100%. وهذا مثل بسيط، يعني في الرقم اكبر من هيك بكثير. هذا الامر اللي ادى على الضغط على الدولار، وطبعا الامر مرشح للازدياد طالما ما في مهله معينه. بسؤال لاحد المتابعين للملف عن قرب بيقول لي انه ممكن المهل تنتهي يعني بشهر 6، بس الاخير اللي نحن بدنا نعرفه انه ما في يعني حاكم مصرف لبنان بحسب طبعا مثل ما قلت لك مقربين من الملف
يرفض إفلاس أي مصرف على أيامه، يعني عم يعتمد أسلوب التصفية الذاتية للمصرف أو في نظر بدمج بعض المصارف. هو بيقول الحجة أنه الإفلاس بيعرض أموال المودعين بالمصارف للخطر، في حين الدمج يعني أو شراء مثلا مصرف لمصرف آخر بيخلي أموال المودعين بجنبها يعني أي خوف أنه تروح. هلأ هيك هو شو بيقول، بس الأمور باتجاه آخر كليا للأسف. هون كمان الأمر بده يؤدي، كمان في عنا مشكلة 15,000 مواطن لبناني موظفين في المصارف اللبنانية، كمان هون رح يصير في 26,000. هني 26,000 صاروا 24,000 موظف. طبعا نحن حنفتح كمان هذا الملف جوزيف تباعا، بس مثل ما بقول لك يعني تعميم 154 محق، يعني لازم اكثر نشرحه للناس اكثر تعرف شو فيه، وين النقاط الضعف اللي فيه، وين نقاط القوه، وين ما قدرنا نجحنا. اللي بدي اقول لك اياه انه مثل العاده رجعوا هن المصارف، جمعية المصارف اللي كانت فايتة بنزاع مع حاكم مصرف لبنان وطالبة بمهل الزيادة صار مثل ما هي بدها لليوم، هي اللي عم تقدر تتحكم بدفة الأمر لليوم، هي عم تقدر تتحكم بكل شروط اللعبة وممسكة بكل شروط اللعبة. ليه؟ لأنه أولا مغطاية من حاكم مصرف لبنان، وثانيا ما في قانون بدينا، وثالثا أيضا يعني لجنة المال النيابية ومعظم يعني أو يعني عدد كبير من النواب مسخرين لخدمة جمعية المصارف. اللي بدي اقول لك هي كان مفروض تتذكر اني حكيت انا وياك مره انه قلت لي في بقدر كان عم ينقال انه في ناس بده يرجع لها مصرياتها، وانا وقتها قلت لك انه لا هذا الكلام مش يعني حبي تحطي بعيد على عيني يعني نتمنى اوكي انا عم بكون اجي لا والله لا مش هيك، بس لأقول لك لا لأنه في ناس كتير كانت مأملة ويعنونوا أنه 500 دولار قريبا لكل مواطن وكذا. لا هيدي خدعة كانت للأسف، مثل ما قلت لك هني لهلأ ما حيدفعوا فلس واحد من أموالهم أو أرباحهم اللي حولوها، هني عينهم على أموالنا اللي أوريدي صدروها وعينهم على أملاك الدولة اللبنانية اللي حنرجع نحكي بطريقة مفصلة أكثر شو هدفهم هني من هيدا الموضوع وكيف حي رسموا الإطار للحصول على أملاك الدولة بحسب ما هني بيقولوا طبعا، أو الخطة المقدمة لا إطفاء الخسائر من قبل جمعية المصارف. في شو الخطة ليرجعوا أموال الناس برأيك؟ يردوا الأموال، استعادة الأموال المحولة من جهة، يعيدوا هني يعني أول شيء طبعا هني حققوا. شوف بدي أقول لك شغلة، ما في ثائر شخصي لنحدد، احنا دائما هن بيقولوا انه انتم صراع الغني والفقير، احنا ما عندنا حسابات بالبنك اصلا يعني عم طالع باموال الناس، هيدي اموال الناس يلي تبخرت فيها ترجع باستعاده الاموال يلي حولت من الخارج، هيدي الاموال هي لكبار المودعين، لاصحاب المصارف، لاعضاء مجلس اداره المصارف، لا سياسيين، هيدي الاموال في جزء منها كبير هو فوائد اخذتها المصارف، فوائد عاليه جدا بسقف عالي جدا عن الفوائد يلي توزع بالعادة بالسوق، حصلت عليها طبعا من خلال كانت تدين الدولة وتوظف بمصرف لبنان. هذا الفرق إذا نحن استعدنا منقدر من خلاله نرجع أموال صغار المودعين واللي عندهم ودائع صغيرة، وحتى يعني كبار المودعين يلي للأسف في منهم كتار خسروا أموالهم لأنه وثقوا بالمصارف ووثقوا بالخطة وبالتسويق، يعني بالتسويق مثلا كده يعني بغض النظر كمان عن اللي عطوا ثقة للمصارف في لبنان، طلعوا اشتغلوا برا كل حياتهم وبعتوا مصرياتهم على البلد لينعشوا البلد ويأمنوا اخرتهم، كمان قضوا عليهم يعني مش معقول. هيدا النظام الاحتيالي يلي مورس وخدع الناس مش مسموح، واكيد لازم ترجع اموال الناس، ما لازم نستسلم يعني نقول له خلص صحتين على قلبكم. لا اكيد لا، في ناس ماتت من القهر عن جد يعني، وفي ناس عم تشحد اللقمه لتعلم اولادها مقابل والله فلان وعلان قاعد يعني عم يتبردع ويتمتع باموال الناس يلي هي جزء منها حرام عليه وعلى كل فرد من عائلته، هيدي اللي عم يسرق جنى عمر الناس للاسف. يعني هي بالعربي الفصيح يعني خليهم يعرفوها مثل ما هن، نحن كاشفينكم اسم اسم وشخص شخص. طبعا كاشفينهم وللاسف بدنا شيء لقاح بشيء وبشيل الفساد وبشيل
العداوة اللي عندهم إياها تجاه المواطن اللبناني، ما بعرف ليه عم ينتقموا منه، ما في شيء بيناتنا يا خيي، ما في، احمل حالك وفل بس حللنا هالموضوع، يعني مش هالموضوع، مواضيع كثيرة يعني، بس من ضمن هالموضوع لأنه أنت سراق وحرامي، أنت سراق وحرامي، يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها يعني. وقح جوزيف، وقح كمان، نعم نعم، هي أهم شيء، أكيد وقح. يعني عم بتخيل انا هذا القضى عمره بعيد عن عائلته برا عم يشتغل ويبعت لعائلته هون ويجمع صيته اخذوا له. لا طلع احد النواب، طلع احد النواب يلي هو عمل، قال سيف المصارف وحارب عن المصارف، وقال وسأبقى ادافع عن المصارف. يا حبيبي دافع بس ردوا اموال الناس، هي احنا هالقد. مين هالنايب ما دام دافع علنا؟ مين هو؟ سعاده النايب قليل فرزلي. اه هو كان احد الاشخاص منه وغيره من لجنه المال النيابيه، طبعا ابراهيم كنعان، اولى نحاس، ياسين جابر، كتار كانوا من المدافعين عن خطه المصارف. طيب يلا دافع، بتمنى عليك فيما يتعلق بموضوع ايدنا بزنارك يا خيي، يعني او اطفاء الفجوه الماليه اللي قدرتها الخطه الحكوميه بالعام الماضي. نعم اه بتمنى هذا الشيء انه يكون حدا منهم صادق ويدافع، بينوا عن حسن نية، حدا منكم يبين عن حسن نية يا شباب، ولو ما عم تشوفوا شو عم بصير على الطرقات والشباب اللبناني. أموال المذيعين يا جوزيف لحد هلأ لم يتجرأ سياسي بلبنان أو نائب بلبنان بشكل حقيقي بالدفاع على أموال المذيعين بصدق أو حماية هذه الأموال لحد هلأ من 2019 لليوم. كل ليرة لك حتى هلأ بالاحتياطي اللي عم بيقول حاكم مصرف لبنان انه احتياطي الزامي من شك قدي في اموال، ممكن كتير اموال اصلا تتحول لانه ما في قانون كابيتال كنترول للأسف. لحد هلأ حتى بالقانون التعميم 154 جوزيف ما في قانون كابيتال كنترول، اذا هن يكونوا سيولة خارجية يمنعوا من اي تحويلات مالية. عيب 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 وثم عيب عليكم، لانه بالفعل بينوا عن حسن نية، انتم هربتوا مصرياتكم وتركتوا هالمواطن يلتعن مسينه مثل ما بيقولوا. شكرا لك محاسن، نشوفك بحلقة جديدة.